عشان اتفق مع اسامه لما وقعت ازمه شغلنا استقلت انا من الشركه وبطلت عمل على اساس ان احنا نعاود التفكير تاني بعد 6 اشهر. في اقتنع انا بالتجربه وعدم فايده الشغل، يتقتنع انت بالشغل. ياه لسه فاكره امس الشغل ازاي؟ ما هو جزء مني من حياتي ومستقبلي. حياتك ومستقبلك معايا انا يا اسم هنا جنبي في البيت. ساعديني. الجزء اللي شفته واضح ان دكتور لوزي مطلع من الولاد حاجات يعني هم مش حاسين انها عندهم. يعني انا شفت تيام ابني النهارده بشكل مختلف تمام، والطريقه الثقه الاداء لا بجد جود جوب يعني. والمسرحيه بصراحه ممتعه، انا مبسوط، انا نسيت ان انا اتفرج على ابني يعني واصحابه، لا استمتعت وقعدت اضحك من قلبي يعني. المسرحيه حلوه قوي، انا عجبني انها بالمصري بالعربي المصري، عجبني انها التاتشز اون يعني، او بتتكلم عن حاجات في الحياه بجد يعني، مع انها يعني انها بتبالغ سنه بس الحاجات دي موجوده في الواقع يعني. انا بتكلم كواحد معلم يعني بدرسهم يعني، انا شايف انهم في خلال 5 اسابيع يعني اتقدموا قوي وتعلموا حاجات وهيتعلموا لسه. بيت الطاعة يا ست الأفوكاتو، تتركي فيه بالبوليس والقانون.